وللمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف من برلين استاذ العلاقات الدوليه الدكتور عبد المسيح الشامي. دكتور عبد المسيح، يعني كيف قرات تصريح وزير الاقتصاد الالماني ان المانيا لن تتمكن من استيعاب ارتفاع اسعار الطاقه وان الاقتصاد الالماني يتعرض لضغوط شديده، وايضا مناشدته للمواطنين الالمان التعامل مع الارتفاع المستمر لاسعار الطاقه؟ الو، تفضل. تماما، تحياتي لك والسادة المشاهدين. سمعت بجيد. نعم. طبعا لا شك ان أزمة الطاقة انعكست بشكل كبير جدا على كل مناحي الحياة. يعني الطاقة طبعا تدخل في كل تفاصيل الصناعة والتجارة، وبالتالي اي ارتفاع في الطاقة سوف يؤدي الى ارتفاع في كل المواد الاخرى. اضافة الى ان هناك ايضا مشاكل فيما يتعلق بموضوع المواد الاولية، فالازمة الاوكرانية لا تقتصر يعني ارتداداتها فقط على الطاقة، بل على المواد الاولية، على المواد الخام، على المواد الغذائية كالطحين، كالزيت، وكثير من الامور الاخرى، وحتى يعني صناعة السيارات على سبيل المثال متوقفة في ألمانيا وفي أغلب دول العالم نتيجة أيضا انقطاع المواد الأساسية لتصنيع الشرائح الإلكترونية. وبالتالي طبعا هذه الأزمة أزمة كبيرة، ولا شك أن اليوم هذا التصعيد يعني المتكرر والمتزايد كل يوم، وهذه التهديدات أيضا بالقطع التام للطاقة التي تأتي من روسيا، أعتقد أن هذا الأمر يوتر الأسواق بشكل كبير جدا ويؤدي إلى أزمات إضافية. وطبعا حاولت الحكومة الألمانية على سبيل المثال ضخ العديد يعني العدد الكبير من المليارات في الاقتصاد الألماني لتفادي هذه الأزمة، ويعني قامت بإجراءات أيضا وقائية كثيرة، ولكن المشكلة أن الضغوطات تزداد وتزداد معها المشاكل والتراكمات. وبالتالي سوف يصعب على الحكومة الألمانية تغطية كل هذه النفقات ويعني معالجة كل هذه الأزمات، وهذا التضخم في الاسعار وهذا الشح ايضا في المواد الاوليه بشكل تام، وهذا لا يقتصر على المانيا، ربما كل اوروبا كما تفضلت ايضا بالفعل. يعني المانيا وبريطانيا وكل دول اخرى فعلا. نعم، يعني المانيا اكبر دوله في الاتحاد الاوروبي، ولكن ايضا الازمه تطول بريطانيا. ازمه التضخم العالميه القت بظلالها على العديد من دول العالم، بريطانيا بالتحديد. كانت تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون، كيف ترى تصريحه حول عدم قدرة حكومته على مساعدة جميع المواطنين في أزمة الطاقة وأيضا التضخم الذي تشهده بريطانيا في الفترة الحالية؟ طبعا بريطانيا تعاني أزمات اقتصادية شأنها شأن كثير من دول العالم، ولكن بريطانيا ربما تعاني من أزمات يعني كبيرة منذ قبل نشوب الحرب الأوكرانية، ولكن جاءت الحرب الأوكرانية وكما قلنا يعني الحرب انعكست على كل مناحي الحياة وعلى الاقتصاد بشكل كبير، وربما أكثر ما أثرت في الاقتصاد العالمي. وبريطانيا طبعا من الدول التي تأثرت فيه بشكل كبير، إضافة إلى أن الحرب في أوكرانيا تكلف الكثير، يعني لم يقتصر الأثر السلبي على هذه الحرب على الأزمة الاقتصادية بل يعني شح الطاقة وشح المواد، بل أن هذه الدول تدفع أيضا عشرات لا بل مئات المليارات لتغطية هذه الحرب وللمشاركة بهذه الحرب من خلال إرسال مساعدات مالية وإرسال سلاح وإلى ما هنالك، وهذا أيضا يعني يرخي بظلاله ويحمل الحكومات مصاريف كبيرة وتكاليف كبيرة، يصعب عليها الموازنة بين الاستحقاقات الداخلية وأيضا الاستحقاقات الخارجية، وبالتالي هي أزمة حقيقية فعلا، وإذا استمرت ربما يكون هنالك عجز حقيقي عن تأمين يعني تنامي واتساع وحجم المشكلة بشكل يعني متواتر في هذه الدول. نعم، حول استمرارية هذه الأزمة، يعني دكتور عبد المسيح، هل أزمة الطاقة أو هذه الأزمة برمتها باعتقادك حينما تتحدث عنها بريطانيا، هل ستستمر على المدى المتوسط أم التصريح يعني أنها مستمرة لفترة طويلة؟
أعتقد أن هذه التصريحات تؤشر تعطي يعني مؤشرات بأن هذه الأزمة ربما تكون طويلة، إضافة إلى أن يعني قراءة المعطيات في على الأرض المعركة في أوكرانيا وهي السبب المباشر لهذه الأزمة، أعتقد أنها تؤشر أيضا إلى أن المعركة ربما تطول ولا أحد يعرف ولكن متى تنتهي، ولكن لا أعتقد أن الأمور ربما تكون يعني قصيرة أو يعني على المدى القصير يمكن أن تنتهي. أعتقد أن كل المعطيات إن كان الميدانية والعسكرية والسياسية تؤشر إلى أن هذه الأزمة ربما تطول، يعني إذا لم يكن لأسابيع فلأشهر أكثر من التي ربما تتوقعها جميع شعوب الأرض. اليوم يعني روسيا بتطالب الدول الأوروبية بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، ترى هناك إمكانية لتحقيق ذلك؟ لا أعتقد، يعني لا أعتقد أن الغرب من خلال يعني ما نراه ونشاهده ونسمعه، يعني أمريكا تضغط بشكل كبير تمول، هي رصدت مليارات عشرات المليارات 30 مليار في الآونة الأخيرة لهذه الحرب، بريطانيا تضغط بكل ثقلها أيضا لاستمرار هذه الحرب، هي بالأساس حرب أمريكية بريطانية روسية، هو صراع على السلطة، ولذلك أعتقد أن يعني الجميع حتى الآن للأسف يصر على يعني التمسك بسياسة التصعيد وسياسة الصراع وسياسة الحرب، هو يعني هي بالأساس حرب عالمية بشكل أو بآخر، هنالك عالم جديد يتشكل، هنالك قوى موازين قوة تتغير، وبالتالي من الصعب جدا وقف هذا الأمر بشكل مفاجئ ويعني العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 28 أو 24/2. أعتقد أن هذا الأمر لم يعد ممكن، للأسف ربما يعني يمكن القول أن هذا النفق لابد من السير به حتى نهايته ونهايته، وهذه المسيرة ليست بقصيرة وتكاليفها سوف تكون كبيرة جدا على الجميع وليس فقط على الدول المتناحرة بل حتى على العالم ككل. نعم، يعني كان هناك مناشدة من قبل ألمانيا للمواطنين للتعامل مع الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة، ما الذي يمكن على المواطن أن يفعله سواء كان في ألمانيا أو في أي دولة أوروبية أمام هذه الأزمة التي ليست بيده حلولها؟ يعني كما تفضلت فعلا هي ليست بيده وهو لا يملك الكثير من الأشياء التي أو الحلول لهذه الأزمة، هي أزمة فعلا خارجة عن إرادة الشعب. الشعب الألماني كما هو حال الشعب الأوروبي وجد نفسه فجأة وجها لوجه أو وقع بحفرة يعني بشكل مفاجئ ولا يستطيع الخروج منها. هذه الأزمة طبعا لا يستطيع المواطن العادي ربما يعني سوى تقبل ما يجري، وهذه ربما فحوى الرسالة، يعني بالأمس سمعنا من وزيرة الداخلية أيضا تقول أنه يجب على الشعب الألماني أن يتوقع أن هنالك انقطاع متكرر ودائم وكبير أيضا وطويل في الكهرباء، أن يكون هنالك يعني غياب لبعض المواد الغذائية أو أن يعني يكون هنالك حتى متاجر تغلق أبوابها بشكل دائم، يعني هنالك أزمة حقيقية. المواطن طبعا لا يستطيع، لا يملك أي قوة لكي يغير هذا الأمر، الموضوع مرتبط بقضايا كبرى، قضايا تتعلق بسياسة الدولة وقضايا مرتبطة بجهات خارجية كموضوع الطاقة وغيره وهو الموضوع الأساسي، وبالتالي أعتقد أن المواطن للأسف الشديد سوف يجد نفسه متورط في أزمة لم يكن يحسب حسابها قبل الآن، جاءت بشكل مفاجئ وهذه أيضا زادت من خطورة هذه الأزمة ومن تأثيرها إن كان على الصعيد المادي وحتى على الصعيد يعني النفسي وأيضا والاجتماعي كان لها تأثير كبير، لذلك أعتقد أن المواطن الألماني والأوروبي وحتى في كل دول العالم لا أعتقد أنه لديه كثير من الحلول والبدائل لحل هذه الأزمة. نعم، أستاذ العلاقات الدولية دكتور عبد المسيح كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.